مشاهدينا مساء الخير واهلا بيكم معانا في حلقه جديده ولقاء جديد من لقاءات الاجيال. اجيال مختلفه بنستضيفها كلهم ابناء مهنه واحده. النهارده معانا مهنه التمريض، واحنا عارفين قد ايه هذه المهنه مهمه جدا لينا كلنا، للمريض لا يكتمل شفاؤه ابدا الا اذا الممرض اجاد مهنته واشتغلها بضمير واخلاص ومهنيه. في فكره معينه معظمنا مكونة عن الممرض، عن مهنة التمريض في مصر اختلفت. هل في أي تغييرات حدثت، سواء كانت قرارات أو مجهودات أو إمكانيات موجهة لهذه المهنة عشان تساعد إن الصورة الذهنية دي تتغير عندنا كمواطنين؟ هنعرف أسئلة كتير إجابتها هتكون من خلال الحلقة دي ومن خلال استضافتنا للدكتورة كريمة الشامي. دكتورة كريمة هي أستاذ بجامعة المنصورة، وهي أيضا مؤسس ورئيس الجمعية المصرية للنهوض بصحة المرأة. بنرحب بيكي. أهلا بحضرتك. معانا بقى جيل الشباب، طالبة بكالوريوس الدكتورة كريمة، وأيضا كانت الدكتورة كريمة المشرفة على رسالتها، وهي الأستاذة صافي. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. ممثلة بقى الجيل الشباب في مهنة التمريض معانا هنا. وأستاذة صافي، حضرتك حاصلة أيضا على ماجستير التمريض، وبتعملي بإحدى مراكز الجهاز الهضمي في المنصورة برضه. نقول إن الدكتورة والطالبة، فمش عايزين نسمع بقى طول اللقاء الإيجابيات بس، عايزين لقاء في منتهى الصراحة. ودايما بنبتدي بسؤال، هو الأجيال المختلفة دي، يعني جيل الأساتذة خصوصا في مهنة زي مهنة الطب والتمريض، يعني كتير قوي بنسمع شكاوى، الطلبه بيشتكوا من الدكاتره، من الاساتذه، بيشتكوا من التعامل، بيشتكوا من ان احيانا بيحدث ظلم. فمش عارفه انت ممكن تتكلمي بقى بجراه ولا ايه عن تجربتك الخاصه. دكتوره كريمه، الحمد لله ما كانتش معايا بالاسلوب بالصوره اللي حضرتك قلتيها. كانت هو نعمل الاخت الكبيره ونعمل الام، كانت دايما تقول ان انا زي بنتها. ما حسيتش معاها بفرق فعلا ان دكتوره وطالبه. كنا اي حاجه مثلا في موضوع الرساله ناخد الموضوع رايي ورايها. انا ممكن اقول للدكتوره حاجه هي تقتنع برايي فتنفذ الفكره اللي انا قلتها. لو هي رايي احسن، طب ايه رايك نعمل كذا، مش فرض بس ان انا لازم التزم باللي الدكتوره قالته. دكتوره كريمه، يعني انا بدات اهو بالراي وعايز بقى منك يعني تقولي رأي عام. أنا مش بتكلم هنا على حالة خاصة، حالة الدكتورة كريمة وصافي، أنا بتكلم عموما في العموم. معايا ولا لأ؟ طبعا إن في مشاكل. أنا مع حضرتك إن في تجاوزات كتير في سلوكيات أعضاء هيئة التدريس بالنسبة للطلبة، سواء كانوا طلبة أندر اللي هو مرحلة البكالوريوس أو في مرحلة الماجستير والدكتوراه. وعشان كده الجامعة بتعمل برامج لتطوير تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، ومن ضمن البرامج اللي هي بتعملها في كل الجامعات، وأنا واحدة من المدربين في جامعة المنصورة، بدرب على برنامج اسمه سلوكيات المهنة، سلوكيات المهنة الخاص بأعضاء هيئة التدريس. وده بنتكلم فيه عن، أو أنا بتكلم في الدورة ديت عن السلبيات اللي بتحصل من أعضاء هيئة التدريس تجاه الطلبة بمختلف المراحل، تجاه زملاتهم، العاملين في الـ في الـ في, الـ في الكلية وفي الجامعة. فأنا باخد كل الـ الفئات ديت، وبنتكلم بقى في ورش عمل جميلة قوي، ما بتبقاش حاجة اسمها محاضرة، ولكن احنا بنتكلم على السلوكيات اللي هي التي ينبغي ان يكون عليها عضو هيئه التدريس لكي يصبح استاذ جامعه متميز. زمان استاذ الجامعه كان بيمشي ورافع راسه ويبقى اعلى المناصب واعلى الدرجات العلميه استاذ الجامعه. اتغير الوضع حتى مع اساتذه الجامعه. نظره المجتمع ليه اتغيرت ليه؟ عشان حاجات كتير،
من ضمنها موضوع الدروس الخصوصيه، وان هو ما بيديش المهنه حقها، وان هو مش متواجد وداخل المحاضره ما بيجتهدش وما بيأديش دوره كويس، بيغلب الطلبه معاه وما بي ما بيعلمهمش. طيب انا عايزه فدي حاجات اسيب كتير. النظره لاستاذ الجامعه تمام. واتكلم عن مهنه التمريض بالتحديد، ما هو اللي هي استاذ لا الجامعه. عايزه اتكلم عن مهنه التمريض من خلال الصوره الذهنيه المكونه عموما، مش هقول الاعلام بس ساهم في تكوينها، ولكن اكيد في مشاكل في المهنه، وفي مشاكل من ناحيه الممرض والتعامل مع المريض، لان مش ممكن تكون الصوره دي والسمعه دي من فراغ. من فراغ. من فراغ. بالتأكيد هو كل مهنة وليها السلبيات والإيجابيات بتاعتها، ولكن كون إن التمريض دايما محتك بالمجتمع أكتر، ونظرة المجتمع ليه من زمان دونية، والإيمج بتاعه على مر السنين ما هوش حلو، فبالتالي هو ده محور الارتكاز بتاع الدراما والأفلام والمسلسلات التلفزيونية. مما لا شك فيه إن في سلبيات بتحصل داخل المنظمات أو داخل المستشفيات بتاعتنا. فعلى سبيل المثال، إن لو حضرتك جيتي للمشكلات، في مشكلات عامة للتمريض ككل، وفي مشكلات خاصه بالنسبه لبيئه العمل. تقصدي سلوكيات فرديه مثلا؟ انا بتكلم على المشكلات اللي بتخلي الناس ما هياش بتخليهم يصدر منهم سلوكيات غير مرغوب فيها. فمثلا حضرتك الممرضه او الممرض لما يكون ما فيش ليه مواصلات تجيبه من مكان شغله للبيت والعكس، فبيبقى جاي متشعلق في اتوبيس في ميكروباص. هنا نظره بقى للممرض والمشاكل اللي بيواجهها، علشان لما نيجي نقول له انت مش بتؤدي دورك كما يجب، هو جاي تعبان، فلازم برضه هو ليه حقوق. فنتكلم، حضرتك بتبدأ من المواصلات. طب دي كلها احنا بنعاني منها، احنا عايزين نتكلم بصفه خاصه ايه اللي بيعاني منه، ايه المشكلات اللي بتواجه التمريض والممرض بعيدا عن المشكلات اللي كلنا بنعانيها. بصرف النظر عن المكان، حضرتك قصدك المكان ولا المشكلات هل العامه؟ هل مثلا المرتبات كافيه؟ طبعا. هل الدورات التدريبيه كافيه؟ بصي، بتبتدي حضرتك من جو العمل وبيئه العمل من قبل التخرج. من قبل التخرج. النهارده الطالب لما بيتخرج ما بيتخرجش بالكفاءه بتاعت زمان. ليه؟ المحاضرات ما عادتش بتاخد حقها، ولا اللي بيدوا، انا بتكلم بمنتهى الامانه، لا اللي بيدي عاد النهارده بيدي زي زمان، ولا كل واحد بيتقن شغله زي زمان. فالاند بوينت ان هو بيتخرج ما عندوش الكفاءه اللي بتاهله كويس، هو بيطلع على مستوى اسس ان هو يروح اي مكان، لكن كل مكان وليه احتياجاته الخاصة. مفروض ان هو قبل ما يروح المكان اللي هو هيتعين فيه يتعمل له حاجة اسمها بري امبلويمنت تريننج، يعني تدريب قبل التوظيف. قبل التوظيف. فالتدريب ده بيقول ايه؟ ان انا قبل ما اروح المكان واشتغل فيه لازم اعرف البروتوكول بتاع المكان، السياسات والاجراءات اللي انا هشتغل عليها، كل حاجة عن المرضى، أنواع المرضى، التعامل وياهم، كل حاجة بياخدها نظري قبل ما يروح المكان. وبعدين بعد ما يتدرب ينزل المكان ويكون حد بيتابعه وبيقيمه قبل ما يمسك مريض. دي جزئية مهمة جدا جدا. طبعا ده ما بيتمش. التدريب بقى طول الفترة، التدريب والتعليم المستمر ما بيحصلش. يروح دورات تدريبية ما بيحصلش. المؤتمرات عشان يشوف الجديد ما فيش، ورش العمل ما فيش، مكتبات داخل المكان ما فيش، وضغوط العمل. طيب ازاي ان هو هيطور نفسه؟ دي جزئية مهمة جدا جدا. في جزئية مهمة قوي ان اللي بيتخرج ما بيروحش المكان المناسب او المكان اللي هو حبه. يعني لو واحدة مثلا عندها أنيميا أو عندها أو ضعيفة أو مش عارف إيه، يودها اسم الصدرية. طب ليه؟ إن هي ممكن إنها تلقط عدوى بسرعة. واحدة حامل تروح مكان مش عارف إيه.
فمفروض ان فيه قبل مرحله التوظيف المكان الواحد يروح المكان المناسب ويعد ان المنظومه كامله طبعا. لازم عشان تشتغل كده انا كلها بقول بشكل لحضرتك متوازي، لازم ان احنا يعني مش بس نبني التمريض ونمسك او نبص له، لا هي المنظومه كلها لازم اعاده هيكله بالظبط اعاده واعاده هيكله ليها. تنظيم. ما هو نظره المجتمع ما بتجيش من فراغ، نظرة المجتمع بيشوفوا بيحتكوا بممرض أو ممرضة تعبان وهلكان وعليه ضغوط وعليه حاجات كتير. طيب أنا من أريح بيتي الأول أنظمه وأشوف إيه الـ 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 الإمكانات اللي هي تأهله إن هو يبقى كويس، دي حاجة. الحاجة التانية فين الجوب ديسكريبشن بتاع الممرض أو الممرضة، التوصيف الوظيفي بتاعه، يعني الفريم بتاع الشغل يعمل ايه وما يعملش ايه. الحد الفاصل بين الدكتور، انا مش عارفه، انا عايزه اخد برضو راي صافي في القصه دي. لو عندك اولا تعليق على الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه، سواء الصوره الذهنيه المكونه عن الممرض والتمريض، او المشاكل والامكانيات اللي بيحصل عليها والدورات التدريبيه والحقوق عموما اللي بتحصلوا عليها كافيه ولا لا، ده لو عندك تعليق تقوليه. هو زي ما الدكتوره كريمه، وبعدين اسالك سؤال خاص اتفضل. بالنقطه الثانيه اتفضلي. هي زي ما الدكتوره كريمه قالت ان كل مجال فيه الكويس وفيه الوحش، فليه في التمريض بالذات بناخد الفئه كلها وحشه بنسبه الناس الوحشه اللي فيها؟ في ناس كويسين دول ما بيجيش ذكرهم خالص رغم ان هم بيتعبوا وبيأدوا شغلهم على اكمل وجه. طبعا غير المشاكل اللي احنا بنواجهها كفئه شغالين في مستشفيات. ايه المشاكل اللي بتواجهوها بقى من خلال عملك؟ مثلا ان بيبقى فيه شويه اوفرلود على البيت، او على لو واحده زي انا مثلا عجز في الاعداد. ايوه العدد مش وده كافي وده بيخلي الاعداد الضغوط عليهم كتيره، بدل ما الواحده هتمسك ليه اثنين السبب مرضى ان في عجز في الاعداد واحنا عشان بنشتكي من ان الشباب مش لاقي وظائف. هقول لا 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 هقول لحضرتك عجز الاعداد ده جاي منين؟ سوء توزيع التمريض، وانا بقول الكلام ده كلام مهم جدا، في المحافظات سوء توزيع التمريض على مستوى المحافظه. بمعنى حضرتك انا بشتغل مراجع جوده واعتماد في وزاره الصحه، لما بروح اعتمد وحده صحيه بلاقي ايه؟ ان الوحده الصحيه فيها 50 ممرضه، 50 75 ممرضه في الوقت اللي فيه ايه؟ خمسه يشغلوا الوحده دي. ال 50 دول وال 75 دول جم منين؟ ان كل واحده دخلت مدرسه التمريض خلاص راحت مكان تاني، لكن بتيجي بقى بتكتب طلب عضو مجلس النواب بيوافق لها وتيجي مكانها. ده الموضوع بصرف النظر بقى عن ان احتياجات او مش احتياجات. فوحده صحيه اللي هي مفروض بتقدم خدمات وقائيه ديت يبقى فيها 75 ممرضه، وفي مستشفى كامل شغال ب 20 ممرضه او 15 يبقى ممرضه. يبقى زي ما قلنا في البدايه ان منظومه كامله لازم تشتغل بشكل متوازي. المنظومه حضرتك مختله هنا وصلنا مجلس النواب في احنا الكلام، ما يعني شوفي احنا ما عندناش عجز على فكره، كبير ومتشعب. احنا ما عندناش عجز لا في الاطباء ولا في التمريض، لكن الخريطه كلها مختله فما ينفعش. فديت نقطة مهمة جدا جدا. أيوة. وبعدين في حاجة كمان، إن الحوافز والمرتبات والأجور في المستشفيات الحكومية قليلة جدا جدا رغم إن هم بيشتغلوا أكتر، فبالتالي الناس بقى بتهرب عشان يروحوا المستشفيات الخاصة أو الاستثمارية. عشان ما هي بتشتغل ليه؟ عشان تجيب فلوس. أيوة. وعشان تحسن دخلها. لو ما لقيتش الحاجة ديت موجودة طب هتقعد طبعًا ليه؟ طيب لا طب هتقعد ليه؟ مش هتقعد. فهي كده. دي حاجة. الحاجة التانية كمان إن حضرتك تبص تلاقي المستشفى لا فيها حضانة وهي عندها عيل صغير، والمشاكل اللي بيعانوا منها أكتر البنات الصغيرين السن غير الكبار. صغيرة اللي بيبقى عندها عيل واثنين وثلاثة، طب هتعمل ايه؟ هتشيل ابنها على كتفها وتروح توديها عند مامتها؟ هتركب مواصلات وتتأخر على الشغل؟ ولا هتوديها حضانة؟ ولا هتوديها عند جارتها؟ فما كانش المكان يهيئ لها حضانة بحيث ان هي تروح تبص على ابنها في البريك اللي بتاخده. طيب يبقى ايه؟ يبقى انا عاوزة جو مريح. الرضا الوظيفي. انا مبسوطه ان احنا بنلقي الضوء هنا على ما لكم وما عليكم كمهنه تمريض، لان مهم جدا. ما ينفعش انا اجي اطلب طلبات واقول انا حقوقي كذا وكذا كمواطن بالرغم حضرتك وكمريض وابقى بتجاهل تماما بالرغم حضرتك الجانب الثاني برضه. عاوز اقول لحضرتك حاجه، ان التمريض بيتهلك
بيشتغل شغل في المستشفيات، اولا زي ما بقول لحضرتك المهام الوظيفيه بتاعته مش محدد، تبص تلاقي بيشتغل مساعده ممرضه وفنيه معمل وممرضه ومساعده، ممكن ان هي تشتغل بشغل الدكتور لو هو مش موجود في بعض المهام. هنشوف دلوقتي مع بعض تقرير عن نفس الموضوع والمشاكل اللي بنتكلم فيها، بس من وجهة نظر المواطن العادي، ازاي من وجهة نظره وايه الافكار اللي ممكن ترفع مستوى التمريض. نشوف مع بعض التقرير. في كليات تمريض اتفتحت كتير في مصر وبتاخد ثانويه عامه فوق ال 90%، 92 كمان في المية. التمريض عندنا كويس جدا، والبنات في الثانوي التمريض بيدرسوا تشريح ووظائف اعضاء وحاجات جميله جدا، وكيمياء وفيزياء وحاجات جميله جدا، وحاجات يعني وكفاءتها عاليه. ملائكه الرحمه زي ما بيقولوا، احنا يجب علينا ان احنا ناهلهم علميا وثقافيا، وفعلا يعني الممرضه او الممرض اللي هو بيخش على المريض اللي هو اذا كان في حاله حرجه او اول اخره، يجب علينا ان احنا نهتم بهم علميا وثقافيا وادبيا كل الاهتمامات، لان دول حياه كبيره جدا جدا جدا. التمريض عليه عامل اساسي بالنسبه للمريض، طبعا هو لازم تكون هي مؤهله تاهيل نفسي علشان خاطر تقدر تضع الروح الجميله في قلب المريض، انه يعالج حتى نفسه نفسيا من خلالها هي. والله من خلال الدورات التدريبيه الاساسيه بتاعتهم، ورفع الكفاءه العلميه بتاعتهم، وبالتالي رفع مرتباتهم، كل دي دورات لازم ياخدوها، لازم يبقى في فكر تثقيفي عندهم على الاقل يعني. من خلال التعليم والدورات التدريبيه المتكرره ورفع مرتباتهم والاستقرار المكان، يعني المفروض الطبيب الممرض يبقى في اقرب مستشفى لمحل اقامته، علشان معظمهم بنات وبيتاخروا في الليل ونبطشيات، فعشان يتمكنوا من العمل بتاعهم. اهلا بكم مشاهدينا مره ثانيه، بنستكمل حوارنا. كنا واقفين عند موضوع برضو التمريض والمشاكل. حضرتك كنت بتذكري الرضا الوظيفي، بمعنى ايه الرضا الوظيفي؟ عشان ان انا اقدم خدمه او رعايه صحيه ذات جوده عاليه، يعني المطلوب او المرجو من دخول المريض المكان ويطلع مبسوط، فلازم انا اكون مستريحه في مكان شغلي. مستريحه بمعنى ايه؟ ان بيئه العمل تكون مهيئه لي جو كويس، يبقى ما فيش مخاطر وظيفيه. يعني ما ينفعش ان انا ابقى في مكان اتعرض لمخاطر الدم ويجي لي عدوى، وما بيبقاش فيه عندي مثلا ادوات تمنع الكلام ده، او ما فيش وعي صحي، او ما فيش تدريب على الكلام ده. هو دي فعلا احنا ما عندناش الادوات اللي تعفي الممرض من العدوى طبعا ما بيبقاش فيه وقيات شخصيه كفايه، وبالتالي هي ممكن انها تتعرض للعدوى، وعدوى الدم حضرتك عارفه ان فيها فيروس سي وفيروس بي، ودولت على فكره منتشرين جدا جدا اكتر حاجه عند الفريق الصحي تحديدا كمان الممرضين والممرضات، عشان ما فيش اجراءات وقايه كافيه، بالرغم ان وزاره الصحه بتبذل مجهود. طب معلش، يعني هي مكلفه قوي كده؟ يعني هي ما هياش مكلفه لو حضرتك جيتي وزنتي الفلوس اللي بتتصرف على الوقايات الشخصيه وخلافه والمخاطر اللي بتتعرض ليها والعلاج والحاجات دي، هتلاقي ده كلام فاضي ان خالص. اوفر بكتير قوي ان انا اوفر طبعاً. الوقايات الشخصيه هي وقايات ووعي صحي، وتبقى فاهمه الاستخدام الامثل للحاجات دي، عشان انا ممكن ان انا استخدم مثلا ابقى لابسه جوانتي، لكن بالجوانتي ده اعدي بيه 100 عيان، واخده بال حضرتك؟ فالتدريب والوعي الصحي مهم جدا جدا، والضمير مهم جدا. يعني انا لو مش ما تعرضتش مثلا، انا بتكلم على جيل الشباب، زميلاتك وزملائك، اقول لا انا ما خدتش التدريب ده، انا ما اعرفش الحقنه دي تصلح بنسمع عن اخطاء كتيره قوي بسبب الوفاه، احنا مش هنقول بسبب طبعاً. امراض فقط طبعا، لعدم لجهل الممرض او عدم ده، في ناس بيحصل لهم بتر الدراع مثلا او حاجه،
مرة من المرات في ممرضة في عمليات في أقسام العناية المركزة لجراحة القلب المفتوح ادت حاجة في الشريان في الكانيولا الشريانية، وهو الكانيولا الشريانية دي معمولة عشان ان الواحد ياخد منها عينات لتحليل الغازات في الدم، هي ادت فيها دواء وبالتالي دراع العيان كان هيتقطع لولا ان ربنا كرمه ومات. فدي اخطاء كرمه ومات. طبعا كرمه ومات. ما ده انا بعتبر ده واضح ان التجربه دي انت مريتي بيها وبتستشهد بيكي. انا اللي مريت بيها استاذه دكتوره كريم، حضرتك اللي مريتي بيها. انا اللي مريت بيها. ودي كانت ممرضه جايه ولا اتدربت ولا اي حاجه، وجابوها كمان فين؟ في العنايه المركزه، ولا خدت تدريب ولا حد دربها. فالتدريب والتعليم المستمر ده مهم جدا جدا. ده توفير مكتبات في الرقابه، رقابة مش على الممرضين على فكرة، رقابة على اللي بيعين بقى الممرضين وبيوزعهم في المحافظات والأماكن والعناية المركزة ازاي، وتقييم وإعادة تقييم، ويبقى فيه تقييم حقيقي، مش ان كل واحدة في نهاية السنة تاخد 95% بدون أي حاجة. ده مهم جدا جدا. 95% تقصدي في امتى حضرتك؟ في التقييم في نهاية السنة، بيبقى فيه تقييم سنوي. على فكرة النظري حاجة، حتى لو بتاخد 95% النظري حاجة، والتدريب العملي في مهنة زي دي مهنة الطب عموما. بس ده المتبع تانية. ده المتبع ان بيبقى فيه تقييم سنوي ملهوش يعني كده. لا يمت الواقع بصلة. لا يمت الواقع بصلة. ايوة في بعض المهن مقبول. بعض المهن اللي مش أيوة. حياة انسان. لكن في مهنة زي التمريض او الطب حياة عموما. حياة انسان. وبعدين ده احنا بنتعامل مع الانسان في أضعف أوقات حياته، بنتعامل معاه في الصحة وفي المرض، في الصحة كوقاية وفي المرض عشان إن احنا نعالج ونمنع المضاعفات، وبنتعامل وياه شامل. يعني إيه؟ يعني من النواحي الجسمانية والنواحي الاجتماعية والروحانية والنفسية، من كل النواحي. ما بنعالجش بس المريض كجسمانيا، لا ده احنا مطالبين. يا ريت يا فندم، يا ريت يا دكتوره، كل مش بس الممرضين، كل الدكاتره كده، وكل كل واحد في مهنته بيبص لها وبينظر لها النظره دي. شوفي هقول لحضرتك، احنا بعدنا كتير عن الصح، وان الاوان ان احنا كل مكان يعدل بيته، يعدل بيته من الداخل. احنا عندنا نماذج مشرفة في جامعة المنصورة، مركز غنيم بتاع مركز الكلى، ده مكان نموذجي. ليه؟ اولا حضرتك فيه سياسات واجراءات وبروتوكولز. يعني ايه؟ محدش ابدا ان هو يبتعد عن الصح. فيه نظام، لايحة بتقول في حالة كذا اعمل كذا، في حالة كذا اعمل كذا. لو حد غلط هيتعاقب، فالكل ملتزم. اول نجاح للتمريض يتوقف على الإدارة. الإدارة على فكرة يا دكتورة كريمة، في أي مجال وفي أي مؤسسة، الإدارة، البلد نفسها الإدارة. طيب جيل الشباب بقى، يعني أنا المفروض لما بتكلم مع الدكتورة كريمة عن التمريض ومشاكل التمريض، المفروض أن أنا ألاقي أن في أي تغيير حصل على جيلكم. أنا مش شايفة، يعني أنا شايفة أن أنتم متفقين كأن نفس الجيل قاعد يتكلم. أيوة، ما هو ما اختلفش كتير عن زمان عن دلوقتي. في نفس المشاكل اللي بتعانوها كشباب اللي احنا بنقول الآن عليها، ما زال في نقص في التمريض، لسه صوره الفكره برضو متاخده عن ايوه، بسبب الافلام والمسلسلات، حتى الافلام والمسلسلات الحديثه مطلعه نظره الممرضه ان هي وداخل اداره المستشفى. يعني بصرف النظر عن الدراما والافلام، داخل المستشفى الدكاتره عايزه تقولي لي يا صافي، عاوز تغيير الاطباء، التعامل مع الاطباء، وهل الدور بتاعكم في حد فاصل بيبين دورهم من دوركم؟ طبعا. فين دورهم يقف وفين دوركم يبتدي كلام؟ هو المفروض ان اي مؤسسه طبيه معروف ان دور التمريض يمكن اكتر من دور الدكاتره كمان. يعني هو الدكتور لو بس اجراء عمليه وبعد كده متابعه، معظم الشغل الباقي مش بس اجراء عمليه. الدكتور وظيفته تشخيص وعلاج ومتابعه، تشخيص وعلاج ومتابعه. احنا بقى علينا تنفيذ كل الكلام ده. أيوه. احنا اللي بنقعد مع المريض اكبر وقت، احنا اللي بنبقى فاهمين لو المريض بس زعل كده، بنبقى فاهمين ان هو
زعل ليه؟ هل هو عشان مراته ما جاتش تزوره، او عشان ان هو تعبان، او عشان ان هو ايه بالظبط؟ عشان احنا الاكتر اكتر ناس بيقعدوا مع المريض التمريض، فالتمريض هو الباك بون بتاع الرعايه الصحيه كلها، عمود الفقري بتاع المنظومه الصحيه. فالدوله حقها انها تهتم. هو الصراحه الفتره اللي فاتت ديت الرئيس السيسي بيجتهد ان هو يرفع من مستوى التمريض، بس ده مش كفايه، احنا عاوزين برنامج كامل متكامل من كل الاماكن. المؤسسات الصحية يبقى عليها دور، ودور يفعل يبقى مكتوب ويفعل ويقيم ويشوف ايه لما يتطبق. طيب كان في حاجات عقبات وازاي ان احنا نصلحها، والتلفزيون والإذاعة وكل الميديا، يعني برنامج كامل كله في موقع. فاحنا محتاجين ان يبقى فيه نظرة للتمريض بوجه عام، برنامج كامل متكامل يحمي الممرضات والممرضين. في كمان الرعاية الصحية بتاعت التمريض وحشة جدا جدا، وحشة. يعني ايه؟ يعني لو اي حد تعب ما يعرفش ان هو يلاقي رعاية صحية كويس. كل الموضوع ان هم يدوله بس شوية مضادات الحيوية عبيطة للأسف، لكن هل هو بياخد رعاية صحية كما يجب؟ لا. أيوة. فاحنا محتاجين الصراحة كتير، محتاجين ان هو الـ الدعم المادي او اتكلمنا في النقطة دي، واتمنى ان احنا نغطينا في خلال الدقايق دي اهم المشاكل اللي بتواجهكم. قبل ما نطلب منكم ونقول ادونا خدمة بصورة افضل، انتوا برضو ليكوا حقوق لازم تحصلوا عليها. بشكر حضرتك دكتورة كريمة الشامية واستاذة صافي، بشكركم. بشكر ايضا مشاهدينا على متابعتهم لينا، ولقائنا الاسبوع القادم في نفس الميعاد وحلقة جديدة. شكرا والى اللقاء.